الدين سواد للخدين ولو يدير همين، كثرت ديوني وثقلت واثقلت كاهلي، فصرت استحيي ان اقابل اصحاب الدين لا حول ولا قوه الا بالله، وادعو الله يفرج عني. اللي سلف الكريدي بنيتي يعني سلفها اولا المسائل ضروريه، ماشي سلفها شي التلفزيون ولا سلفها شي فريجيدار، مسائل كماليه، سلف على مسائل ضروريه، الماكله ما صار ما ياكل، الشراب ما صارش باش يخلص الماء، ما صارش باش يخلص الضوء، ما صارش باش يشري الدواء باش ينقذ نفسه، مسائل ضروريه، الطعام والشراب والكساء والدواء والكهرباء والماء والصحه والتعليم، هذا الى سلفت في هذا وانت تنوي ترد ادى الله عليك، الى مت ما ودرت المجهود يؤدي الله عليك بالصح، الى انت سلفت في المسائل الاستهلاكيه الثانويه وفي نيتك ما تردش مشكله، انا اللي مشكله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامه الباهلي من اللي صابوا بور الصلاه وقال على الساريه، قال له مالك انت تجلس في المسجد في غير وقت الصلاه؟ قال هموم اثقلتني وديون لزمتني. قال الا ادلك على كلام تقوله فيذهب الله تعالى همومك ويؤدي عنك دينك؟ قال له نعم. قال له كل الصباح والعشيه 3 مرات، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. قولها ان شاء الله فسيؤدي الله عنك، ودير السبب وجري.